أخبار الأهلي في السوشيال ميديا وبالتحديد في الحسابات الرسمية في ترند الأهلي. نبتدي بحساب فلاش كورة واللي بيقول إن الأهلي يملك ضعف عدد بطولات أقرب منافسيه. تعرف على أكثر تتويجا من البطولات المحلية، الأهلي 90 بطولة محلية، الزمالك 44، وبعد كده عدد من أندية الدوري بأعداد بطولات قليلة جدا، لكن الفارق واضح. يعني الترسانة الاتحاد الإسماعيلي مقاولين بعد الزمالك 7-6-5-5، فبالتالي تفوق الأهلي محليا معروف، يعني الموضوع مش محتاج كلام كتير. خلينا نروح لحساب يلا كورة على تويتر، واللي بيقول مصدر بالأهلي قال يلا كورة يعني لجنة التخطيط تناقش 3 ملفات مع موسمين: خطة الاستعداد للموسم الجديد بديهي، إمكانية إقامة معسكر داخلي بديهي برضه مفيش مشكلة، اللجنة تفتح ملف إمكانية إضافة عناصر جديدة للجهاز الفني مع موسيماني، ده هيكون بالتنسيق مع الجهاز الفني، والقرار الأنسب هيتم اتخاذه برضا الجميع. يعني الموضوع برضه بسيط جدا، لأن البعض بيحاول يعمل في الجزئية دي إن هي أزمة يعني ويضخم الأمور. يعني نروح لحساب الأهرام على تويتر، واللي بيقولوا إن الأهلي يناقش عرض فيوتشر لضم ناصر ماهر. ناصر ماهر جاي له عروض كتيرة جدا جدا في الدوري، موسيماني مش في حاجة للاعب، تمام؟ فبالتالي بيتم دراسة العروض دي والأنسب بالنسبة للنادي الأهلي وللاعب، وفي الآخر هيتم الاستقرار على الواجهة الجديدة لناصر ماهر. لاعب مميز، نتمنى له كل التوفيق في كل الأحوال. هروح لفاصل سريع، بعدين نرجع نتكلم في بعض الأخبار العالمية وناخد كمان تفاعل حضراتكم. يلا بينا.